في كانون الثاني يناير الماضي تخلى البنك الوطني السويسري عن سقف العملة المحلية الفرنك أمام اليورو، مما دفعها إلى قفزة قياسية. عنفوان الفرنك كانت له آثار كارثية على السكان في أطراف أوروبا الأخرى، حيث لم يعد بوسع المقترضين بالعملة السويسرية سداد الرهن العقاري. هذه حالة دانييلا غورنيا التي تقول إنها أقدمت على اقتراف أكبر خطأ في حياتها عندما قررت هي وزوجها الاستثمار في منزل للأسرة. أعتقد أنني على وشك خسارة المنزل، ليس لدي أي خيار آخر. 740 فرنكا تعني 3700 ليو روماني من أصل الدخل 4000 ليو، لذا من الواضح بالنسبة إلي أنني سوف أفقد المنزل. في هذه الأثناء المصرف المركزي الروماني يسعى لإيجاد حل وسط مع المصارف السويسرية المقرضة ولصالح المدينين. الاستشاري في البنك المركزي الروماني يقول: البنك المركزي شرع في حوار مع البنوك مطالبا إياها بالانفتاح وتفاهم العملاء والاستعداد للتفاوض في كل حالة على حدة في محاولة لإيجاد حل ما. الكارثة السويسرية امتدت لتطال مئات الآلاف من المواطنين الرومانيين الذين غذوا الأحلام بامتلاك منزل صار الآن في مهب الريح بانتظار تنازلات محتملة من المصارف السويسرية المعنية.